عن احنا في اي الموضوع ديما متداخل. انا من الموضوع من موضوع اللي قلت لك اسباب. نعم. انا قلتها في اطار الحديث صحيح. انا قلت ان الامراض المزمنه عده امراض مزمنة. كان امراض خاص كان امراض خاصه بالكلى وهذه امراض عاديه نادره كما الخاصه بالقلب كما الخاصه بالكبد صحيح. امراض تصيب الكلى في حد ذاتها من التهابات وكذا. انا قلت لك هذه وتتمثل يا اما في تضييع الدم نعم في تضييع البروتين نعم وارتفاع ضغط الدم صحيح. هذه العلامات الثلاثة تدل على أن المرض موجود في الكلية في حد ذاتها. نعم. قد يكون نفس هذه العلامات تضييع البروتين في البول أو وجود الدم في البول أو ارتفاع ضغط الدم أو تبدأ القصور الكلوي أو صح. ارتفاع في مادة الكرياتينين التي هي اللي نقيس بها نسبة الخدمة تاع الكلية. هذه تدل على أن فيه مرض في الكلى. إذا كان الشخص هذا عنده مرض آخر سكري ارتفاع ضغط الدم الأمراض المالديت سيستام أمراض الأنظمة العامة نعم. كما الليبيس وكما الأمراض الريماتيزم الكبيرة الأمراض كل أمراض الغدد الصماء عدة صح. أمراض أخرى هذه راح تكون تأثر حتى على الكلية وتصيبها بخلل في الغشاء استاع التصفية ضمبران بازار في غشاء التصفية يتوسع يتثقب كذا. المهم أنه يولي يضيع في البروتين ويضيع في الدم صح. أما الكلية فإن خدمتها مضبوطة الحواج المفيدة ترجعها حتى كي تخرج كان في السيستام التاع في النظام التاع التصفية مشوار حواج تخرج في البداية ترجح. تعود تستردها صح. لأنها تفيدها والحواج الشوائب تخرج تطرح. تطرح